الآن ننظر ماذا قال. العلاقة في قوله فسنيسره إن العمل سبب دخول الجنان، هذا كلام صحيح، وأن الأصل أن من عمل بعمل أهل الجنة فيوصل لها، ممتاز. جهاد يعلق الناس بعين الشر، الله أكبر، ممتاز ممتاز جهاد، ممتاز يا سلف، هو عامة إجابتان صحيحتان في هذا الباب. منصور قال من عمل صحيح ييسر اليسرى، نعم نعم، حتى يجمع من الحكمة والتدبير الشرعي، ممتاز يا سلفي، هذا الذي أريده الآن بما قال جهاد وقال سلفي في هذا، في هذه الإجابة. الآن هو صدر الباب، شوفوا أنا الذي أعجبني أو أدهشني في صدر الباب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد انتهى أهل الجنة أهل النار، ما من نفس منفوسة إلا علم مكانها من الجنة أو من النار، صحيح ولا لا؟ ثم حتى لا يركن أحد إلى ذلك أحاله بنظره إلى عين الشر، قال فأما من أعطى واتقى، إذن لابد أن تعمل، أنت عبد والقدر غائب عنك، غيب سر لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما لك وله، الذي العلاقة بينك وبينه فقط التسليم، فقط الإيمان واليقين فقط، لكن الذي يشغلك كعبد من عباد الله كمخلوق خلقت لغاية سامية هو أن تكون عابدا لربك جل في علاه، أن تأتمر بأمر الله، يعني تحقق عين الشرع، هذا المطلوب منك أصالة. فجمع بين الربوبية وبين الإلهية، فجمع بين الربوبية وبين الإلهية، فكانت المسألة في عين اليقين على القدر السابق، ثم النظر بعين الشرع حتى يصل بالمر، لأنه المحرك الرئيسي لعين الشرع هو عين القدر اللي هو اليقين اللي هو الاعتقاد، الاعتقاد محرك، لكن هو كان وقال لك والترابط والتلازم موجود. فقال فأما من أعطى واتقى، معناه مكتوب أولا، نعم هو مكتوب بعلم الله جل في علاه، وجرك الله إليه، جرك الله إليه لعلمه أنك محل قابل، لكن للسنن الكونية قال لك لن أقبل عليك حتى تقبل أنت علي، وإقبالك من إقبالي أصالة في القدر. وهذه الأهمية التي لابد للإنسان أن يحاول قدر الإمكان أن يعقلها ويتقنها. اقطع أذراعي لو في أحد يعني أعمق النظر في مثل هذا، لكن الحمد لله إجابات جيدة. أبو الوليد بعث بعد ذلك الإجابة، الإيمان قول الله تعالى فلا بد من العمل الأخذ بالشرع، نعم هذا هو. ممتاز ممتاز ممتازة يا كريمة، أيضا إجابة جيدة، لكن صراحة يعني أوفق الإجابات حظا في هذا الباب ما قاله جهاد أولا، ثم ما سن سلفي بالإجابة الثانية بعد الإجابة الأولى. الكل ممتاز، إجابات جيدة جدا، إجابات رائعة، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. والله أنا يعني أستبشر خير للأمة بأمثالكم، رفع الله مقامكم، ونسأل الله جل في علاه أن يحوطكم برعايته وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية. الفوائد المستنبطة، من حق المسلم على المسلم تشييع الجنازة، ركن الإيمان الإيمان بالقدر، الخير عادة، المسببات منوطة بالأسباب، من خلق الله للجنة فعمله لأهل الجنة بعمل أهل الجنة. وطبعا هذا حديث فيما يبدو للناس حديث وهو فيسبق عليه الكتاب، لا معارضة بينه وبين هذا الحديث، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل عمل أهل النار. قال فيما يبدو للناس، هذا كان منافقا، إن رأيت الرجل على الطاعة فاعلم أن الله قد منحه طاعات مع هذه الطاعة، يعني إن أظهر الله لك طاعة من طاعات المرء فاعلم أن له الله تعالى منحه معها طاعات. أرجو أن تكون وترية.
نعم سلام داود. خمسة وثلاثة الحمد لله وشكرا. شف صارت ستة. لو ستة من حسن اليقين أو من حسن الإيمان حسن الظن بالرحمن، من حسن الإيمان حسن الظن بالرحمن. طيب يبقى إذا من حسن الإيمان حسن الظن بالرحمن هذه السابعة. كيف ذلك؟ أنه إن تيسر لك الطاعة وأنت تجلس في المجالس تحسن الظن بربك أنه خلقك لذلك. شوفوا المجالس هذه تحتاج إلى صدق والعمل، يعني الاجتهاد في العمل، يعني أنا أرى الفوائد وأرى الكتابات هذه تحتاج إلى صدق. الله بيغربل الناس، بيغربل الناس ليرى الصادق من غيره. فاللهم اجعلنا من الصادقين رب العالمين. من ثبته الله على خير فليعلم أنه له الحظوة عند ربه جل في علاه. ومن تراه متذبذبا متقطعا فإن التذبذب من صفات المنافقين، وأربع بكل طلبة العلم أن تكون، يعني أن تكون فيهم خلة من هذه الخلات. قال الله عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى، تارة تراه هكذا نشيطا، تارة تراه ضعيفا، تارة تراه منقطعا، تارة تراه متواصلا. فهذه المسألة يخشى عليه أن تكون له صفة من هذه الصفات فتلزمه. فكن صادقا وأذر صدق عوديتك لله جل وعلا، ثابتا راسخا على ما أنت فيه، لا يعتريك ما يعتريك من العواصف التي هي أضعف ما تكون وأوهم بيت العنكبوت، إلا أن تكون عاصفة يعني من الله جل وعلا فهذا أمر آخر.